أهلا بكم. على مساحة تناهز المليون متر المربع أقيم معرض إكسبو غربي مدينة ميلانو عاصمة الاقتصاد والموضة الإيطالية بحجم مشاركة قياسي هذه المرة غير مسبوق في تاريخ معارض إكسبو، حيث ضم المعرض 54 جناحا وطنيا مستقلا وأجنحة جماعية تضم 90 بلدا بإجمالي 145 بلدا مع منظمات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي و13 منظمة مدنية وعدد من كبرى الشركات العالمية. CNBC عربية انتقلت إلى هناك لتنقل نبض الحدث وتنقلكم إلى أجواء هذه التظاهرة الاقتصادية العالمية الكبرى والتي لا تتكرر إلا كل 5 سنوات. ترى كيف كانت البداية؟ وسط أجواء متشنجة كانت انطلاقة هذا الحدث العالمي الكبير في ميلانو الإيطالية التي استضافت إكسبو ميلانو، حيث خرجت الجماعات المناهضة للفساد والعولمة والرأسمالية معبرة عن رفضها لاستغلال المتطوعين وحالات فساد، لتشتبك معهم الشرطة الإيطالية وتفرقهم بالغاز المسيل للدموع. لتنطلق عشيتها الألعاب النارية في سماء ميلانو إذانا بافتتاح الحدث. تغذية الكوكب طاقة للحياة هو العنوان العريض لهذه الدورة في هذا المعرض العالمي، حيث تبارت الدول المشاركة في إبراز هذا الدور بتقديم آخر التكنولوجيا والتقنية، وعكست الشعوب ثقافاتها وتقاليدها في مجال التغذية والغذاء في 80 جناحاً، 54 منها تديرها دول بشكل مباشر وأخرى تحت مظلة إكسبو، ليستقطب الحدث مئات الآلاف من الزائرين قدموا من شتى أرجاء العالم. كل واحد من هذه المجسمات يحمل في يده بعضا من غذاء، أحدها يحمل الخبز والآخر الشعير، بعضها القمح والآخر ماء، في تجسيد لشعار ميلان هذا العام تغذية هذا الكوكب. ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، لابد من الأمن والاستقرار والمحبة في هذا العالم حتى يسود السلام وننشد المحبة والوئام. تبارت الدول في عرض منتجها العملي والثقافي عبر هذا التجمع العالمي، وتنافست الأجنحة في استقطاب الزائرين، وكل يعمل على توفير عناصر الجذب والإبهار. خضنا نقاشا جديا وطويلا مع كل جهة مشاركة في معرض إكسبو على حدة قبل انعقاده من أجل تنظيم عملية المشاركة وفقا لاحتياجات كل دولة. طبعا شعار المعرض واحد بالنسبة لجميع الدول المشاركة والتي يبلغ عددها أكثر من 140 دولة، ولكن كل بلد قام بترجمة شعار المعرض وفقا لتجربته الخاصة ومن خلال عرض تقاليده والتحديات التي يواجهها. ولنأخذ جناح دولة الإمارات مثلا، حيث لم يقتصر الأمر على عرض فيلم أكثر من رائع، وإنما قام الإماراتيون وبمنتهى الحكمة بإضافة مقطع في نهاية الفيلم تشرح فيه الطفلة سارة التحديات التي تواجهها الإمارات والتي تحتاج إلى العثور على الحلول، وهذا قاسم مشترك بين جميع الدول المشاركة في المعرض. خصصت إدارة المعرض أجنحة مستقلة قدمت من خلالها 3 منتجات تعتبر الأكثر استخداما في العالم، حيث كان الأرز والبن والكاكاو في لقاء الغذاء والقهوة والشوكولا ليتلون الحدث بهذا الطعم. We are
فعاليات المعرض تسير على ما يرام وفقا لتوقعاتنا، وخلال الأشهر الأربعة من عمر إكسبو بعنا أكثر من 14 مليون بطاقة، وهذا رقم ضخم. الناس هنا راضون عن الوضع، ونحن نعمل وفقا للتقاليد الإيطالية ولكن بروحية عالمية. وفي هذا النوع من الأحداث الدولية من الضروري توفير مكان آمن ونظيف للجميع يستقبل الناس بالترحاب. قد يبدو الأمر من الناحية الظاهرية سهلا، لكنه في الحقيقة ليس سهلا، وهذه عناصر أساسية للنجاح. طبعا نحن نهتم بالجميع وبوسائل الإعلام تحديدا، لكن العنصر الأهم حقا بالنسبة لنا هو البسمة التي ترسم على وجوه الزوار وهم يغادرون أرض المعرض. الوصول إلى معرض إكسبو من وسط ميلانو يستغرق 25 دقيقة بكلفة 6 دولارات، وتذكرة دخول تكلف 43 دولار، لتجد نفسك مع العالم كله بثقافته وغذائه وشرابه المتباين في أجواء من البرح والفضول لمعرفة ما تخفيه أجنحة الدول المشاركة. الحقيقة إكسبو ميلانو معرض جميل يضم ثقافات مختلف الدول العالم، تعرفنا فيها على كثير من الثقافات، ثقافات العربية والغربية، وكل هذه الثقافات تفيدنا يعني في حياتنا، نتعلم عن ثقافات الدول الأخرى. إنه شيء رائع أن تجد الجميع مسرورون في المعرض وأن يحقق المعرض أهدافه. أنفقت إيطاليا مليار ونصف المليار دولار فقط في البنى التحتية والخدمات المرتبطة بهذا الحدث، وهي تتوقع زيارة أكثر من 20 مليون زائر وخلق أكثر من 110 آلاف وظيفة وإنعاش الاقتصاد الإيطالي المتعطش. أيام تفصلنا عن نهاية الحدث، وتحديدا في 31 من الشهر الجاري، ليبدأ بعدها جرد الربح والخسارة لدى الإيطاليين. أما بقية دول العالم فقد استمتعوا بالعرض. الدول العربية كانت حضورا في هذا الحدث، وإن كان أغلبها لم يشارك بأجنحة منفصلة، جاءت المشاركة تحت أجنحة خصصتها إدارة المعرض عدا اليمن والسودان والمغرب التي شاركت بأجنحة خاصة، وجاءت المشاركة الخليجية لافتة عبر أجنحة خاصة قدم من خلالها الخليجيون أنفسهم للعالم. المشاركة الخليجية في إكسبو ميلان جاءت على قدر الحدث، حيث كانت الكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان ودولة الإمارات، وغابت السعودية في هذه الدورة، حيث كان الجناح القطري الذي استلهم التراث وارتكز على مبدأ الحفاظ على البيئة والموارد نحو تحقيق التنمية وسط إقبال جماهيري كثيف من رواد المعرض. المشاركة التحضير لها بدأ من 2013. الثيم الأساسي اللي تختار لهذه المشاركة بذر الاستدامة حلول مبتكرة للأمن الغذائي، لأنه المشكلة كانت المعضلة في كيفية التفكير أنه هذا الإكسبو يتحدث عن الغذاء والطاقة، الطاقة متوفرة ولكن بالنسبة للأراضي الزراعية وكمية الغذاء التموين الغذائي من خلال المحاصيل الزراعية قليلة، فنحن نستورد كم كبير من الاستخدامات اليومية أو الحياة اليومية، فلهذا السبب كان التفكير في هذا الاسم وهذا الشكل. الكويت بكل ألقها جاءت إلى إكسبو عبر جناح أثار الاهتمام بتصميمه الأخاذ، ليحكي قصة إنجازات في واحة وسط الصحراء وقدرة الكويتيين على التحدي في مواجهة الأمن المائي. الكويت تشارك في معرض إكسبو ميلانو العالمي والذي يقام حاليا تحت عنوان تغذية الكوكب طاقة للحياة حتى 31 أكتوبر لعام 2015. عنوان معرض مشاركة دولة الكويت هو تحدي الطبيعة، وكيف أن دولة الكويت استطاعت أن تتحدى الصعوبات والجو المناخ الحار بتوفير حياة كريمة للمواطن. مملكة البحرين أطلت بجناح يبدو بسيطا لكنه عميق
استلهم روح إكسبو لهذا العام وعمل على ضمان نشر الوعي الثقافي الزراعي المتفرد للمملكة، حيث كانت اللوحات طبيعية تحكي عن هذا البلد وتقدم تراثه للعالم. تشارك مملكة البحرين هذا العام في إكسبو ميلان بجناح بعنوان أثر خضراء، يتم من خلالها تسليط الضوء على تاريخ البحرين، لا سيما بما يتعلق بالزراعة، مقدما 10 أشجار مثمرة تثمر في أوقات مختلفة على مدى 6 أشهر، بالإضافة إلى معرض الآثار تعود حضارة دلمن وتايلس كشاهد على الإرث الزراعي في هذه المملكة الصغيرة بحجمها الجغرافي الكبيرة بثقافتها وتاريخها وحضارتها. جناح سلطنة عمان ركز على 4 محاور تمثلت في المياه والواحات والبحار والعادات والتقاليد، مجسدا 3 مراحل زمنية بين الماضي والحاضر والمستقبل، مستلهما لروح إكسبو لهذا العام. دخلنا أغلبها للدول الخليج ودول العربية، وكانت ما شاء الله يعني معارض متنوعة بأفكار متعددة، والحمد لله كل شيء صراحة في الدول العربية خاصة كان يعني يبهرنا. والله صراحة شيء جيد عندهم هنا وما قصروا، كل اللي شفناه هنا صراحة شيء روعة صراحة. في مشاركات دول عربية ممتازة جدا، ومنها نتعرف على ثقافات الدول الأخرى من أفريقيا وفي آسيا وأوروبا، فعلي كان ممتاز جدا جدا ممتاز. وكانت الإمارات حاضرة والأعين عليها باعتبارها المستضيف القادم لهذه التظاهرة العالمية، فكان إكسبو سانحة مميزة لتعريف العالم عن قرب بطبيعة وثقافة هذه المنطقة وإنسانها والموارد غير النفطية التي تتميز بها وقدرة الإنسان هنا على تطويع الطبيعة من أجل الحياة وحماية البيئة والإنسان. ولأن الإمارات على موعد مع استضافة النسخة القادمة من إكسبو في دبي في العام 2020، كان لابد لنا أن نزور جناحها ونقف على استعدادها ونراقب تفاعل الجمهور مع الدولة المعنية بتنظيمه. انتقلنا إلى هناك فكانت هذه المشاهد. بجناح مميز ومتفرد أطلت دولة الإمارات من خلال إكسبو ميلانو، وباعتبار أنها المستضيف القادم لفعاليات هذا الحدث العالمي الكبير، اتجهت أنظار زوار المعرض إليها، ولم تخيب هي أملهم عبر جناح استلهم بناءه من روح الصحراء وكثبانها، حيث صمم ليستوعب أكثر من 700 زائر في الساعة بطول 140 متر وممر رئيسي بين جدارين بلون الصحراء بارتفاع 12 متر، مجسدا الهوية الثقافية والتراثية والتاريخية لهذه الدولة. فكانت الصفوف متراصة في الخارج ولساعات طويلة حتى تحظى بفرصة الدخول والعرض، ليستقطب الجناح يوميا بين 7 إلى 8 آلاف زائر. جناح الإمارات من أول أسبوعين بدأت الطوابير توقف لمدة نصف ساعة، لمدة ساعة، لمدة ساعتين. الآن بدأت الطوابير من الصباح الباكر توقف لمدة 2-3 ساعات لتدخل وتتفرج على عرض جناح الإمارات وعرض 2020، لأن اللي زار الجناح راح يخبر البقية أن لا تفوتون جناح الإمارات. نحن هني مشاركين وبنشارك في إكسبو كازاخستان، وعشان نحن بيكون إن شاء الله من الإكسبوات المهمة والكبيرة والضخمة والناجحة استضافة الإمارات لإكسبو 2020 دبي إن شاء الله. يستقبلهم الجناح بفيلم سينمائي وثائقي بعنوان شجرة العائلة، يحكي قصة التحديات التي واجهها إنسان الإمارات قبل اكتشاف النفط، في رسالة واضحة ومؤثرة واستخدمت فيها أحدث التقنيات
ولخصت القصة. It was very interesting, for example, in the UAE pavilion. في جناح الإمارات لم يقتصر الأمر على عرض فيلم أكثر من رائع، وإنما قام الإماراتيون وبمنتهى الحكمة بإضافة مقطع في نهاية الفيلم تشرح فيه الطفلة سارة التحديات التي تواجههم وتحتاج إلى الحلول، وهو قاسم مشترك بين جميع الدول المشاركة في المعرض. يوميا تقريبا بين 7000 إلى 7500 زائر يوميا، لأن العرض الرئيسي الفيلم شجرة العائلة هو اللي يحكم، لأن الفيلم الرئيسي 149 كرسي للمتفرج، فهذا اللي يتحكم في العدد، وكل 12 إلى 13 دقيقة 150 زائر في اليوم، و11 ساعة بنوصل إلى يوميا 7000 إلى 7500 زائر في اليوم، وإن شاء الله في نهاية الإكسبو راح نوصل إلى 1,150,000 زائر. دفعت الإمارات بشبابها وشاباتها إلى إكسبو ميلانو للعمل كمتطوعين حتى يعودوا وقد اكتسبوا الخبرات والمهارات استعدادا لتنظيم الحدث في 2020 وقد كانوا على الموعد. الحمد لله اليوم نحن كمتطوعين نعتبر نفسنا سفراء، وإن شاء الله نقوم بالواجب، وحضورنا مهم جدا. أنا أؤمن بهذا الشيء، حضورنا مهم جدا، وقفتنا للجمهور، هذا جمهور من الغرب يستطلع جدا إلى الخليج يبي يشوف نحن شو من الإمكانيات عندنا، وفعلا نختلط فيهم ويشوفون ثقافتنا وتراحيبنا ويشوفون عاداتنا وتقاليدنا ويشوفون أخلاقنا وسلوكياتنا، ونحن نحرص جدا نحرص جدا ان نبينهم في احسن صوره منوهم ابناء الامارات منوهم عيال زايد. لتتسلم الامارات رسميا رايه اكسبو كمضيف رسمي في احتفال خاص ليسدل اكسبو ميلانو الستار على امل فتحه في دبي بعد 5 سنوات. ولأن شعار المعرض لهذا العام كان هو تغذية الكوكب، خصصت أجنحة خاصة لبعض المحاصيل الاستراتيجية في العالم، حيث كان الأرز والبن والكاكاو، قصة حكتها الدول. تسعة أجنحة خصصتها إدارة إكسبو لمنتجات غذائية حيوية، حيث كان الأرز والبن والكاكاو. وباعتبار الأرز المحصول الأسرع نموا والغذاء الرئيس لأكثر من نصف سكان العالم، منهم أكثر من 800 مليون يعانون نقص التغذية في آسيا. الخمسة الكبار إنتاجا للأرز في العالم تتصدرهم الصين، حيث نجد فيتنام بإنتاج 44 مليون طن سنويا، وبنغلاديش ب 51 مليون طن، ثم أندونيسيا ب 173 مليون طن، والهند التي تنتج 159 مليون طن، تتصدرهم الصين ب 205 ملايين طن سنويا. أكبر خمس دول مصدرة للأرز في العالم هي تايلاند، فيتنام، باكستان، أمريكا، الهند على التوالي. وأكبر دول مستوردة هي الفلبين وإيران ونيجيريا والسعودية والعراق. ويوجد من الأرز 120 ألف صنف في العالم. كثيرون منكم يحبون الشوكولا، هذه حقيقة، لكننا اليوم هنا في إكسبو ميلان في مصدر الشوكولا الكاكاو. خصص هذا الجزء في هذا المعرض للدول التي ترفض العالم بهذا المحصول المهم، معظمها يقع في الغارة السمراء، حيث يمر هذا المحصول ويأخذ طريقه ويشقه من هنا إلى مصانع الشوكولا في أوروبا، رحلة لا تخلو من المخاطر.
الكاكاو وجد حظه من الاهتمام في إكسبو، ولأن عشاق الشوكولاتة يجب أن يفكروا في الكاكاو الذي يمنحهم هذا المذاق الرائع. Mostly Ghana export raw cocoa beans. تشتهر غانا بمحصول الكاكاو، فنحن لدينا عدد صغير من شركات تصنيع الكاكاو، وهناك بعض الشركات الدولية المتعددة الجنسيات العاملة في مجال تصنيع الكاكاو في غانا. واحد من التحديات التي نواجهها هي أننا عندما نصنع الكاكاو ليتحول إلى منتجات نهائية على شكل الشوكولا لصالح الدول المتقدمة، فإن الكاكاو لا يلبي المعايير الدولية المطلوبة. وظلت فكرة صنع الكاكاو سراً لا يملكه إلا الأسبان لمدة 100 عام في السابق، ومنذ قدومه من أمريكا الجنوبية، لذلك يزرع في كل الدول ذات المناخ الاستوائي. وكانت الشوكولا هي المنتج الأشهر، حيث يتم إعدادها من بذور الكاكاو الذي يستخرج من الثمار الكبيرة التي تنتجها شجرة الكاكاو. وفي كل ثمرة كبيرة يوجد على الأقل 30 إلى 50 بذرة صغيرة من بذور الكاكاو. يتم تسخين البذور في درجة حرارة معينة، وتترك لأيام حتى تتخمر وتكتسب اللون البني، وتجفف وترسل لمصانع الشوكولاتة ليتم طحن الحبوب للحصول على بودرة الكاكاو، ومن ثم تعصر للحصول على زبدة الكوكا، لتخلط البودرة مع الزبدة مع الحليب ويضاف إليها السكر وتكون الشوكولا. شوكولا أزورو هو أول مهرجان إيطالي متخصص بالشوكولا، وهو يقام منذ العام 1992، وقد وقع الاختيار علينا من قبل إكسبو ميلان لرعاية كل ما له علاقة بقطاع الشوكولا في المعرض، وقد بنينا بعض الأجنحة مع عدد من الشركاء والجهات الراعية، وقمنا بإدارة بعض المناطق المبنية داخل معرض إكسبو. وواجبنا هو أن نشرح للجميع وتحديدا للأطفال بأن الشوكولا تأتي من الحقل وليس من المعمل، لأن المعمل موجود في منتصف العملية فقط. فالكاكاو هو شجرة أو نبتة تنمو في المناطق المدارية في العالم، حيث أن هناك 6 دول منتجة للكاكاو، وساحل العاجية أكبر منتج في العالم تليها غانا. وهنا نشرح للأطفال من خلال جلسات لتذوق الشوكولا وأنشطة مختلفة الرحلة التي يقطعها الكاكاو من إفريقيا وأمريكا اللاتينية ليصل إلى أوروبا ويدخل إلى المعمل وصولا إلى المنتج النهائي على شكل قطع الشوكولا. خصص إكسبو كذلك جانبا خاصا للبن زراعة وصناعة. ملايين الناس يستيقظون في الصباح على فنجان قهوة، وملايين المقاهي تنتشر في أرجاء المعمورة، ويبقى البن هو المحصول الذي يمنح العالم هذا المذاق، حيث تتصدر البرازيل قائمة منتجيه، ثم فيتنام وأندونيسيا وكولومبيا وأثيوبيا، لأن شجرة البن تنبت في المناخات الاستوائية حيث الحرارة والرطوبة. وتبقى المفارقة في أن سعر فنجان القهوة أغلى من سعر لتر البنزين في كثير من العواصم الأوروبية، وأن مزارعي الكاكاو الذي ينتج في أفريقيا وأمريكا الجنوبية لا يستمتعون بطعم الشوكولا، وأن العالم يسعى لشراكة حقيقية حتى ينعم بالأمن والسلام والاستدامة والاستقرار. الخمسة الكبار أعضاء مجلس الأمن كانوا حضوراً في المعرض، فهل قدموا للعالم ما يؤكد حرصهم على الأمن الاجتماعي والغذائي في عالم اليوم؟ سؤال يبقى بلا إجابة ولو إلى حين. كازاخستان موعودة بتنظيم إكسبو ولكن بشكل أصغر حجما في العام 2017. زرنا جناحها المتميز ووقفنا على استعدادها. قدمت نفسها من خلال فيلم سينمائي تزور من خلاله هذا البلد، وعرض حي وشيق لفتاة موهوبة تحكي بالرمل قصة وتاريخ هذا البلد.
أزدل الستار على إكسبو ميلانو في إيطاليا. الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا كان حاضرا. الألعاب النارية أضاءت سماء المدينة. استقبل المعرض أكثر من 20 مليون زائر على مدى 184 يوما. بيعت أكثر من 21 مليون بطاقة دخول، منها 7 ملايين اشتراها أجانب. انتعشت الخزينة الإيطالية بتقديرات يمكن أن تسهم في ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي ب 0.1% خلال العام 2015، مع عائدات سياحية قدرت ب 6 مليارات يورو. شهد المعرض زيارة 60 من رؤساء الدول والحكومات، بينما جمع 1.5 مليون توقيع على وثيقة ميلانو. رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي غرد على تويتر: شكرا للجميع والتحية إيطاليا. كازاخستان ستنظم الحدث بشكل أصغر في 2017، وستكون دبي على الموعد مع النسخة القادمة من إكسبو 2020، والعالم سيكون بانتظارها. انتهى العرض، إلى اللقاء.